أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع اليوم أنه تم السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في أحد مواقع الشركات العاملة في مجال البيئة في مدينة الجبيل الصناعية والمتخصصة في معالجة النفايات الصناعية، وأسفر الحادث عن وفاة 6 من العمالة الموجودين في الموقع. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله العبد القادر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الحريق اندلع عند الساعة 10:35 صباحا في موقع شركة إدكو للبيئة، وهي شركة متخصصة في التخلص من المخلفات الصناعية، ونتج عنه 6 وفيات من العمالة الموجودة داخل الموقع. وأكد الدكتور عبد القادر أن جميع الجهات في الجبيل الصناعية استنفرت جهودها بما فيها الهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات الأمنية من بينها الدفاع المدني وكذلك جميع الشركات التي أسهمت في عمليات إطفاء الحريق. ولمتابعة ملابسات الحريق معنا مباشرة من المنطقة الشرقية اللواء عبد الله بن عبد الرحمن الخشمان مدير عام الدفاع المدني في المنطقة الشرقية. سعادة اللواء مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. تابعتم عن قرب ملابسات الحادث، نود إطلاع السادة المشاهدين على تفاصيل أسباب الحريق وما أسفر عنه من خسائر. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغت عمليات الدفاع المدني بمحافظة الجبيل عند الساعة 10:36 صباح هذا اليوم عن نشوب حريق في خزان للمواد أو مخلفات البنزين. طبعا باشرت الفرق في حينها، وتم طلب المساندة أيضا من لجنة جماعة، وهي لجنة متخصصة في مجالات الأطفاء ولديها فرق من شركات سابق، فباشرنا الحادث ولله الحمد. وكان محصور في خزان واحد فقط. هذا الخزان يحتوي على مشتقات أو مخلفات المواد البترولية خاصة مادة البنزين، فيبدو لي كان هناك أعمال صيانة أثناء الأعمال الصيانة الروتينية فوقع حادث الحريق. صحيح كانت هناك 6 إصابات في الموقع، وتم السيطرة على الحادث في غضون تقريبا ساعتين وربع بالكثير، سيطرة تامة ولله الحمد، ولم تكن هناك إصابات، فقط الوفيات هي اللي ذكرت في التقارير. سعادة اللواء، نود أن نتعرف عن جنسيات المتوفين في هذا الحادث. لو تكرمت بس الصوت ماني سامع أنا. بدنا تعرفنا عن جنسية المتوفين في هذا الحادث. بالنسبة للمتوفين طبعا الستة هم 4 وفيات من الجنسية الهندية ووفيتين من الجنسية الباكستانية، 6 وفيات. نعم. طيب، ما مدى متابعة الدفاع المدني لتنفيذ وفعاليات إجراءات السلامة في مثل هذه المواقع الصناعية الهامة؟ بالنسبة فيما يتعلق بمتطلبات الأمن والإطفاء والسلامة في المرافق التي تقع ضمن مسؤوليات الهيئة الملكية وشركات سابق، فهي هذه تخضع لمعايير الأمن والسلامة والأطفاء تحت إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي. ولكن هناك طبعا تعاون مستمر وبناء ما بين الدفاع المدني والهيئة الملكية بالجبيل والهيئة العليا للأمن الصناعي فيما يتعلق بالمنشآت المساندة بهذه الشركات في المدن الصناعية. فالدفاع المدني طبعا حنا نخضع تلك المرافق أو المؤسسات والشركات لكافة متطلبات السلامة والأطفاء حسب نشاط هذه المؤسسات والشركات التي تمارس في المدن الصناعية. وأكيد أنه حنا لا نجيز لأي مؤسسة أو شركة في المناطق المساندة إلا بضرورة الحصول على التراخيص النظامية. ألو عبد الله، متى يمكن الإعلان عن نتائج التحقيقات في هذا الحادث المؤسف؟ حقيقة طبعا سوف يتم تشكيل لجنة تحقيق فنية ومن الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لمعرفة وتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوب الحريق في الخزان. وأتمنى إن شاء الله أن تتمكن هذه اللجنة من انتهاء أعمالها في غضون إن شاء الله نهاية الأسبوعين القادمين.
سعادة اللواء عبد الله بن عبد الرحمن الخشمان، مدير عام الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، شكرا لكم على هذا الإيضاح. شكرا.